الدنيا وهتبقى قد الدنيا. طريق مساء الخير على حضراتكم، والنهارده يسعدنا ان يكون معانا سياده المستشار رفائيل بولس رئيس حزب مصر القومي. اهلا بحضرتك. اهلا يا فندم. النهارده حبينا نجيب سياده المستشار يقيم لنا الاحداث الجاريه ومن وجهه نظر سيادته. طبعا اهلا بحضرتك تاني وشرفتنا، وعايزين حضرتك تقيم لنا الوضع اللي هي نقابه الصحفيين، هنبتديها كده الاحداث اللي مرت على البلد الايام اللي فاتت، كانت بدايتها نقابه الصحفيين والمظاهرات اللي هم عملوها والتجمعات، فحضرتك قيم لنا الوضع. لا احنا عايزين نفهم الساده المشاهدين حاجه مهمه جدا. اتفضل. ان جميع النقابات المهنيه او غير المهنيه، سواء نقابه الصحفيين، نقابه الصيادله، نقابه المحامين، نقابة المهندسين، نقابة جميع النقابات بيحكمها، كل نقابة يحكمها قانون، كل نقابة بيحكمها قانون. الهدف من إنشاء النقابات هي الدفاع عن أعضائها الشرفاء، بمعنى تلبي احتياجات الأعضاء فيما يتعلق بمباشرة المهنة بتاعتهم. يعني نقابة المحامين عندنا مثلا بتعمل صناديق اجتماعية وصناديق للعلاج ولجان داخلية، سواء كانت تتعلق بالسياسة أو تتعلق بالمهنة أو تتعلق بالمرأة أو إلى آخره، كلها بهدف حماية أعضاء النقابة، بحيث أن كل نقابة بتتمتع بحصانة داخلية. يعني لا يجوز تفتيش النقابة سواء من رجال الشرطة أو من النيابة العامة إلا بإذن قضائي مسبق وبحضور عضو النيابة بدرجة رئيس النيابة على الأقل. دي الحماية أو الحصانة اللي بتاخدها النقابات المهنية. لكن اللي احنا شفناه في الفترة الأخيرة بالنسبة لنقابة الصحفيين مشكلة غير قانونية، مشكلة اختلقها رئيس النقابة الأستاذ يحيى قلاش والأخ وكيل النقابة اللي هو خالد البلش، اختلقوا هذه المشكلة. وما كان هناك حاجة لاختلاقها لسبب، إذا كان هناك بعض الصحفيين الهاربين من العدالة اللي صدرت ضدهم أوامر بضبط وإحضار من الجهة المختصة النيابة العامة، كان يتعين وأنا بركز أهو، كان يتعين على السيد النقيب نقيب الصحفيين أن يأخذ هؤلاء المطلوبين إلى النيابة العامة في حضوره للإدلاء بأقوالهم. ومتهمين بايه؟ يقولوا اقوالهم ويقولوا الرد بتاعهم. هو كانوا كلهم عمالين يتكلموا ان هم كانوا استنوا لغايه ما طلعوا من النقابه وبعدين يتم القبض عليهم. لا مش هو ده، لا مش احنا بنتكلم النقابه خلاص ما تم فقد تم. لكن ده مش، انا عايز اقول ان النقيب تسطر عليهم ورفض يسلمهم للشرطه او يسلمهم للنيابه العامه دون مبرر، والتسطر على مجرم جريمه. يعني انا لغايه دلوقتي ما اعرفش ساكتين ازاي على الناس دول انهم تسطروا على مجرمين داخل النقابه. النقابه دي حاجه كبيره حلوه، يعني واخده حصانه للشرفاء مش للمجرمين، تمام، مش للهاربين، مش للمطلوبين للعداله. لا، اللي ارتكبوا فعلا وعمل هياج للراي العام وقيل وقال فيها هو نقيب الصحفيين وهو المتسبب فيها. عشان كده عجبني جدا مجموعه الصحفيين الشرفاء فعلا اللي لقوا ان النقابه هتغرق بسبب هؤلاء، ف
فاتجهوا الى الاعلاميين الشرفاء اللي في مؤسسه الاهرام، وعملوا اجتماع جمعيه عموميه بعدد كبير جدا لم يسبق له مثيل في قاعه محمد حسنين هيكل داخل مؤسسه الاهرام. اجتمعوا لسحب الثقه من النقيب الحالي. ما عجبهمش الوضع على طول. اصل ما ينفعش انت يعني تعمل بلبله في الراي العام والناس معظمها مش عارفه حقيقه الموضوعات ايه، ده مين اللي صح ومين اللي غلطان بالزبط. هل الشرطه اقتحمت النقابه بدون سبب وبدون مبرر؟ لا، الشرطه بتنفذ تعليمات النيابه، في اوامر صادره بضبط واحضار الشخصين دول بتوع الصحفيين. تمام. مين اللي ينفذ اوامر النيابه؟ مين؟ المواطن العادي؟ لا، في جهاز شرطه متخصص لتنفيذ الاحكام والاوامر القضائيه واوامر الضبط والاحضار. فعندما تكلف الشرطه بذلك عليها ان تنفذ، والا هتبقى الشرطه مسؤوله عن هذا. مسؤوله مسؤوليه جسيمه يعني، وممثله في وزير الداخليه. تمام. طب وزير الداخليه بيباشر اعماله الاشرافيه على الوزاره في كافه محافظات الجمهوريه، لما يصدر امر بضبط واحضار صادر من النيابه العامه بضبط واحضار الاثنين دول، الاثنين دول مستخبيين في النقابه، حذروهم مره واثنين مفيش، لا ما اسموش اقتحام بقى. لا، ده هم دخلوا لتنفيذ قرار النيابه، وفعلا تم تنفيذ قرار النيابه. اللي انقذ الموقف نسبيا المؤتمر اللي انعمل، الاجتماع اللي اتعمل في مؤسسه الاهرام، والتصريحات اللي طلعت الحقيقه يعني روت نفوس الناس العقلاء بان لابد من عزل النقيب الحالي يحيى قلاش ووكيل النقابه خالد البلشي، لانهم تزعموا بدون مبرر الدفاع عن متهمين ما يروحوا النيابه ويقولوا اقوالهم. بالظبط. يعني احنا مثلا على سبيل المثال في نقابه المحامين حصلت مواقف زي كده، لكن النقيب المحامين الاستاذ سامي عاشور راجل قانون وراجل عاقل وراجل متفاهم، عمل ايه؟ خد المتهم وراح سلمه للنيابه وحضر التحقيق. بالظبط. انت يا سيد يا وكيل النيابه انت بتوجه له اتهام على ايه؟ ده متهم بكذا كذا كذا، اديني اجل ولو ساعه اطلع على الاوراق عندك. يطلع على الاوراق وبدا يبدا بقى ايه في حضور محامي يدافع معاه عن. وبعدين بعد القرارات اللي هو اصدروها واثارت جدلا استقاله وزير الداخليه ومطالبه حاجات كده غريبه. ده عبط يعني، ده عبط ما عدتناش عليه. عشان اثنين هربانين من العداله تيجي النقابه تطالب باقاله وزير الداخليه، والجرايد علامه سوداء وحاجات غريبه وحاجه غريبه انهم يطالبوا رئيس الجمهوريه بالاعتذار. يعني ايه اللي احنا فيه ده؟ بالظبط. ده يوري لك ان احنا في الحقيقه في يعني حاله مرحله يؤسف لها بالنسبه للصحفيين اللي ما عندهمش المسؤوليه، يعني مش قادرين يتحملوا مسؤولين بلد فيها مشاكل كتيره، وكمان النظره الدوليه لمصر. احنا مش احنا كفايه اللي فينا، هتختلق لنا مشكله تتسبب كمان في الاتحاد الاوروبي وامريكا وغيرهم يقولوا ادي ايه حريه الكلمه في مصر غير مكفوله. تمام. لا احنا بنقول فعلا ان عندنا جرايد وعندنا وفي معارضه وفي كل حاجه وفي ناس وناس عقلاء وناس غير عقلاء، لكن افتعال ازمه تؤدي الى ان الراي في الشارع ينقسم بين مؤيد وبين معارض، ومعلش بقى حتى اجهزه التواصل الاجتماعي او مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ايضا لقينا الانقسامات الموجوده، وده راي وناس مؤيده وناس كيف معارضة. كيف تقوم الداخليه باقتحام نقابه الصحفيين؟ ما مش اقتحام، ده تنفيذ فعلا. اوامر نيابيه، ده واجبه، والا وزير الداخليه هيعاقب من النيابه لعدم تنفيذ النيابه. تمام. هو بين نارين يعمل ايه؟ حضرتك تعتقد ان يوجد مخطط علشان كان اسقاط نقابه الصحفيين؟ لا يا فندم. ولا هي جت كده؟ يا فندم ده غباء من نقيب المحامين لعدم معالجته للمشكله معالجه قانونيه.
كان يتعين عليه عندما يعلم ان في 2 مصحفيين قاعدين في النقابة ومطلوب طالع بيهم امر من النيابة وضبطهم ويحضرهم عليه هو كنقيب، هو كنقيب ياخد المحامين بتوعه اللي مخصصين للدفاع عن نقابة الصحفيين ياخدهم ويطلعوا على النيابة المختصة اللي طلبهم وياخدوا المتهمين معاهم الاثنين دول اللي هم مطلوبين ويروح هناك للنيابة ويسلمهم ويقول لهم احنا حاضرين، انا كنقيب صحفيين والسادة الزملاء المحامين حاضرين مع الاثنين اللي انتوا طالبينهم للتحقيق، ايه الموضوع؟ ايه القصة؟ ايه الحكاية؟ لا الكلام ده ما حصلش، الكلام ده حصل، الدفاع خد ودي، الاوراق تتقدم، الاثباتات، الكلام ده تمام. انما نقيب الصحفيين ما عملش كده، افتعل ازمة والبلد مش ناقصة بالظبط ازمات الحقيقة. ولذلك بقول لك الاجتماع الجمعية العمومية اللي اتعملت في مؤسسة الأهرام كان لها لفتة طيبة من الشارع المصري وحتى في الخارج، حسوا ان مؤسسة الأهرام على قسط كبير من الوعي في حل هذه المشكلة وإزاحة النقيب الحالي المتسبب في الفتنة اللي موجودة في ما بين الصحفيين. كمان عايز أقول إن في الأيام القليلة الأخيرة لقينا مجلس النواب صحيح وتباطأ في حل المشكلة إلا إنه شكل لجنة داخلية للوساطة ما بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية عشان يعرف اللجنة دي تقوم بتقصي الحقائق ما بين نقابة الصحفيين، انتوا يا جماعة ايه اللي حصل عندكم وعايزين ايه، وزارة الداخلية انت عملت كده ليه، كل واحد يقول اقواله وفي الاخر هتعلن اللجنة دي في الساعات القليلة ان شاء الله موقفها من الازمة ومن المخطئ ومن المتسبب في هذه الازمة وتوصي بايه. تمام. حضرتك على علم بان نسبة المبيعات في الصحف قلت عن الاول خالص بسبب الأزمة اللي هم عملوها لا دي؟ احنا برضو الحتة دي مهمة جدا نقولها ليه. يمكن في فترة من الفترات الناس كرهت الفضائيات كرهت التلفزيون، ليه؟ المشاكل كتيرة والمظاهرات كتيرة ومظاهرات الفئوية الناس بقى ايه بقت تدعى قدام التلفزيون خناقات ومشاكل وزعيق واحيانا كنا بنشوف واحد يقلع الحذاء بتاعه ويضرب اللي جنبه، يعني حاجات مناظر وبتاع. فالناس بقى قرفت بقى من التلفزيونات والفضائيات وقال لك يا عم لا لا خلينا كده نقعد نقزقز لب في البيت بعيد عن القرف ده. حصل النهارده نفس الطريقه، الجرايد كلها طالعه في المانشيتات كلها سواء قوميه او مستقله او حتى جرايد صفراء كلها ايه بتتكلم عن المشاكل. طب ما فيش حاجات ايجابيه، البلد دي ما فيهاش ايجابيات بالزبط. كله بيتكلم بالمنشط الكبير نقابه الصحفيين الاجتماع اللي اقتحامات وزاره الداخليه الحرائق في البلد اللي مش عارف ايه اللي ايه اللي ايه. طب والايجابيات؟ الايجابيات بتاخد جزء حي الصغير حي الصغير جدا جدا جدا، لكن بالبنط الكبير المشاكل لمصلحه كلها. من بالظبط لمصلحه من ابراز السلبيات من كل البلاد كل العالم في سلبيات. الله، هو الدول الاخرى دي آلهة؟ لا، معرضين للخطا ومعرضين للصواب بس ما بيكبروش المواضيع زي دي. الاغتيالات اللي حصلت والهجومات والارهابيه وعمليات الارهابيه حصلت في فرنسا وفي امريكا وفي معلش لمحه والتحقيق جاري خلاص. يعني ما فيش يعني احنا هنا بنضخم الامور شويه، المصريين بيضخموا الامور، بنفرح في المصايب لكن في الحاجات الحلوه يعني بنعمل نفسنا مش شايفين مش سامعين وهكذا. حضرتك بقى نسيب نقابه الصحفيين ونمسك على الحرايق اللي هي تمت يعني كانت كل شويه ويوم التاني حريقه في الحته الفلانيه. احنا في الرويعي بيقولوا يعني قدرت تقريبا كميه الخسائر 2 مليار جنيه في الرويعي بس، ده غير بقى اللي احنا سمعنا مش عارفه في منطقه ايه في حريقه تانية في منطقه ايه. حضرتك قيم توقيت الحرائق ورا بعض ده،
هل ده بفعل فاعل ولا صدفه ولا بسبب ارتفاع درجه الحراره ولا ايه بالظبط؟ يعني احنا يعني طالما جبنا سيره بقى الحرائق، ما ننساش حريق القاهره الكبرى اللي حصل في 26 يناير سنه 1952. الحريق ده هو ده الحريق اللي كان فعلا حريق في وقت ما كانش حد يسمع بحريق، وحريق مفتعل في 52 26 يناير 52 حريق مفتعل من الاخوان حرقوا وسط القاهره. تمام. 700 محل وفندق ومكتب اتحرق وسط البلد كله، اتحرقت اتفحمت بفعل فاعل. وقتها اللي ماتوا في هذا الحريق وتفحمت جثثهم 26 شخص، واللي اصيبوا باختناقات من هذا الحريق 552 شخص. 26 توفوا و552 حصل لهم اختناقات واصيبوا ودخلوا المستشفيات للانقاذ. احصائيه دي من واقع الحال واختزال وموثقه، ما هياش من نسج الخيال، موثقه. طب الحريق ده كنا خايفين في انتخابات الرئاسه، ان لما كان هناك الانتخابات وكانت النتيجه تسربت ان الفريق احمد شفيق هو اللي فاز بالرئاسه، حصل مباشره تهديد من الاخوان بحرق مصر. بحرق مصر. هنا بقى احنا ساعتها تذكرنا الحريق بتاع 52 ده. الاخوان افتحلوه حرقوا البلد بسبب مشاكل زي كده. طب احنا هنعرض، وطبعا ده يمكن اسرار عسكريه اولا ومخابراتيه ثانيا، واذيعت في الفترات الاخيره دي الاسرار دي، وشفناها على صفحات الجرايد وقراناها كلنا. المشير طنطاوي لما وصلت اليه المعلومات الاكيده ان في حاله اعلان فوز الفريق احمد شفيق هتحصل حرائق في مصر تدمر الاخضر واليابس، فكان عليه ان يعيد النظر واجل اعلان الانتخابات ساعتين، اجلها ساعتين لمزيد من المشاورات. ودخلت فيها كل الاطراف من هنا ومن هنا ومن هنا، وطبعا كان في اطراف مخابراتيه كثيره فيها، واكدوا ان فعلا هناك فرق اغتيالات جايه من حماس وموجوده في وسط البلد، موجوده في 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 اطارات كبيره هتنفذ. وكان هناك كلمات سريه بحيث ان مجرد ما تزع الحرائق تشتغل في كل الاماكن في توقيت واحد، في توقيت واحد. فطبعا المشير طنطاوي الحقيقه احنا ما كناش فاهمين الحته دي، واحيانا كنا بنلومه على الاجراءات اللي كانت ماشيه بيها المجلس العسكري، لكن لما عرفنا الموضوعات دي فعلا قدرنا الراجل ده لانه انقذ مصر فعلا، وقعد واتفق مع احمد شفيق وقتها قال له عشان خاطر مصر مش هنعمل النجاح عشان خاطر مصر. ادوها المرسي، والشعب نفسه هيكره الاخوان، والشعب نفسه هو اللي هيلفظ محمد مرسي واتباعه. وده حصل، وده اللي كان. وده اللي كان. النهارده نعيد نفسنا وبنذكر نفسنا ان في بعض الحرائق، البعض مفتعل من الإخوان ومن جماعات إرهابية أخرى ومن بعض الجهات زي 6 أبريل والثورين الاشتراكيين، متفقين مع الإخوان في الهدف. يمكن السبب الرئيسي من الناحية القانونية إن احنا بنقول مجرد ما صدرت أحكام بإعدام 36 واحد من الإخوان اللي هي قضية التخابر مع قطر، صدرت الأحكام خلاص ابتدت 16 واحد صدرت ضدهم أحكام بالإعدام، وتم تأجيل القضية بالنسبة لمحمد مرسي فقط الشهر القادم.
التأجيل عشان لمزيد من الأوراق وفحصها بالنسبة لمحمد مرسي. إنما هنا لما صدر 16 واحد بالإعدام كان لازم يعني أمر رد منطقي فعل رد فعل من الإخوان. طب أنتوا عملتوا كده، طيب خذوا عندكم. حريق الرواعي ده بفعل فعل من وجهة نظري والله أعلم، لأن هناك اتجاه بيقول، لأن بعض البياعين اللي موجودين هناك قالوا بفعل فعل، وبعض الجهات المسؤولة قالت دماس كهربائي. أيوة. فالوضع مش متفقين عليه، هل هي فعل فاعل ولا ماس كهربائي؟ أصل الفكرة إن الماس الكهربائي اليوم هيحصل، معلش في التعبير، هيحصل في شقة، في لما يقولوا عمود في الشارع عمل ماس حرق الدنيا، حرق قد إيه؟ شوف الإحصائية اللي جاية 12 ساعة والحريق شغال، أو أكثر من 12 ساعة أكثر. هل ده من نتيجة ماس عمود كهرباء؟ حرق ايه بقى؟ الـ 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 في القاهرة في الرويعي مثلا، يعني حسب ما قرينا عنه ثلاثة تفحموا و 200 محل تجاري اتفحموا برضه و 150. هو بيقولوا في بودرة شديدة الاشتعال كانت بتترمي وهي اللي عملت كمية الحرق. اقول لك على حاجه، اصل العمليه دي تمت في الفجر، وبعدين عمود كهرباء، معلش، في الساعه 8 الصبح. 8 الصبح دي يعني يعني المسؤولين بيطفوا الكهرباء في الشوارع، بينوروها بالليل مجرد ما تطلع الضوء. لا، وهي في ناس في اعمده كهرباء بتبقى شغاله الصبح، بس الماس الكهربائي ما يعملش برضه. اذا حصل ماس كهرباء هيحصل، معلش، لو حاجه يعني عمود موجود في الشارع ايه علاقته حتى لو حصل ماس؟ ماس في ايه؟ العمود في الهواء يعني حواليه وسع من هنا ومن هنا. ماس ايه؟ انا عايز اتخيل الماس ده يحصل ازاي. يعني لما نقول الماس ده حصل في محل تجاري هو، الماس حصل في شقة، انما في العمود في الهواء في الشارع، يعني ايه ماس؟ يعني سلكة مع سلكة عملوا شرز كده، ده يترتب عليها في حريق هائل بالاعداد دي في الرواعي، منطقة مكدسة بالمحلات التجارية بالبائع الجائلين. طبعا البعض بيتهم المطافي بالتقصير في، وقالوا ان هي اتاخرت، يعني هم اتصلوا والمطافي اتاخرت عقبال ما جات لمكان يعني انا واحد من الناس كنت متصور كذا في البدايه. ليه؟ اصل ما بين الرواعي والمطافي في العتبه امطار بسيطه، لكن المشكله الفعليه ان الشوارع دي، الرواعي دي شوارع ضيقه ومكدسه بالعربيات بتاعت الباعه الجائلين، فصعوبة في الدخول. الباعة يعني جائلين وهم بعد الليل ويخلصوا شغلهم بيربطوا العربية بتاعته بمشمع ويستفها كده اهو بالحبل ويلفها حواليها عشان ايه؟ ما حدش ياخد حاجة منها ويمشي، يسيبها ويمشي. عربيات منتشرة بالعشرات، يعني حضرتك بتقول ان بسبب عربية مطافي تدخل مش عارفة تدخل، موجودة على بعد او على مسافة قريبة لكن عايزة تدخل ما مش عارفة تدخل. مش عارف ليه عربيات موجودة والشارع ضيق فمش عارفة يعني تدخل. مش تقصير من عربيات، لا احنا كنا فاهمين اول في تقصير، لكن عندما تقصينا الحقائق باعتباري انا راجل مسؤول في الدولة ورئيس حزب مصر القومي، بنشكل لجان عندنا في الحزب دي تقصي الحقائق ومعرفة الموضوع، من المتسبب في هذا الحريق، هل بفعل فاعل ولا جت عن طريق ماس زي ما قالت بعض الروايات. ولو جت عن طريق ماس هتبقى في مشكله ثانيه، ان الناس دي المتضرره هتحمل وزاره الكهرباء. بالظبط، انتوا اهمال منكم في الاعمده اللي انتوا حاطينها تسببت ماس، فكل من تضرر من هذا الحريق هيتجه على طول الى وزاره الكهرباء لتعويض عن الاصابات او الاخطار اللي لحقت بيه. لكن الحقيقه اللجنه اللي انا شكلتها في الحزب انتهت على انه
ما زال التحقيقات شغالة في تحقيقات من بحق النيابة العامة والجهات المختصة عشان يعرفوا ده ماس ولا فعل فعل. بالظبط. لكن احنا يعني ربنا يسترها في هذا الموضوع. هناك حرائق كثيرة حدثت بعد كده. ما احنا بنتكلم بقى على كده، ده بقى مش ماس يعني. لا في بعض فعل فعل بفعل فاعل. احنا بنقول ربما يكون هناك، والراجح برضو فعل فاعل في حريق كبير زي الرواعي. الرواعي ده ايضا في حريق حصل بعدها بيومين على طول او تاني يوم في الغورية، وعليها تالت يوم حريق في مبنى محافظة القاهرة. بالظبط، ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. مكتبين والحرائق بتتم في الفجر، خلي بالك. ما هي في فعل فاعل، بس حته ان ماس كهربائي ما جاش في كله في وقت واحد ماس كهربائي. يعني خلي بالك مثلا الحريق بيتم ساعة الفجر. يعني ودي ظاهرة غريبة. بيبقى الوقت فيها الخدمات منعنسة. الخدمات العساكر وبتاع من طول الليل سهر ودوريات هنا وهنا، بيجي على وش الفجر خلاص، يعني وصل لمرحلة ان هو مش قادر يفتح عينه. فهنا بيستغلوا الفاعلين في هذا الموضوع. اعتقد يعني ان مفيش حد يحب الضرر لمصر الاخوان على طول كده. تمام. هي مرتبطة وبالذات بالاخص بعد ما حضرتك وضحت ان في احكام صدرت، فهم ده رد فعل، وخاصة انهم مرتبطين بعناصر اجرامية من حماس. وعناصر عندها سرعة التخطيط في الإجرام في تدبير المؤامرات، يعني زي ما احنا شايفين حتى في سيناء القوات المسلحة شغالة في عمليات هناك تطهير لسيناء. بالظبط. تطهير من مين؟ من الحمسويين اللي هناك موجودين بمعدات عسكرية. القوات المسلحة ما شاء الله الحمد لله قدرت وسيطرت تماما على الشريط الحدودي ما بين مصر ما بين حماس. تمام. ده شيء جميل جدا ان احنا نمارس الطمأنينة للشعب المصري وللدول العربية والدول الأجنبية، عشان احنا محتاجين لمزيد من الاستثمارات والاقتصاد بتاعنا ان يرتفع. عندما يكون هنا في امن داخل البلد، في امان، المستثمرين العرب المستثمرين الاجانب يجوا عندنا، وفي كمان السياحة. السياحة متوقفة بسبب الدواعي الأمنية، سواء في المطارات سواء في. هنرجع للسياحة مع حضرتك بعد فاصل، ونرجع لحضراتكم تاني مع سيادة المستشار، انتظرونا. أعزائي مشاهدي قناة الطريق، رجعنا لحضراتكم تاني ومع سيادة المستشار رفائيل بولس رئيس حزب مصر القومي. أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم، أهلا بيك. هنرجع نكمل مع حضرتك الأحداث الجارية في البلد واللي هي بتهم الشارع المصري. رجع تاني موضوع حوار تيران وصنافير، ابتدت تاني مواقع الفيسبوك تتكلم عنها، وان ازاي الرئيس يتنازل عنهم وهم مصري والاراضي دي مصرية والكلام ده كله. عايزين تقييم حضرتك للوضع. انا عايز اقول في البداية ان الموضوع معروض على مجلس النواب وهو صاحب الكلمة. هو صاحب الكلمة، لأن إذا كان رئيس الجمهورية أصدر قرار جمهوري بأن، أو هناك اتفاقية ما بين مصر والسعودية بأن جزيرتي تيران وصنافير هم أراضي سعودية، فإن الاتفاقية دي لابد وأن تعتمد من مجلس النواب. بدون مجلس النواب هذا الموضوع غير ساري المفروض. الحوارات كتيره فيها، كله عمال يتكلم ان الرئيس باع الجزيرتين للسعوديه. خصوصا يعني ده انا بالظبط لو هو عايز يبيع ما كان باع من الاول. اصل برضه هقول لك الاشاعات دي مصدرها الاخوان، لان الاخوان باعوا سينا لاسرائيل مقابل ان حماس تقعد في سيناء ويسيبوا غزه لاسرائيل. الناس مش فاهمه كده، ما احنا عايزين حضرتك بقى توضح للساده المشاهدين الموضوع ايه بالظبط، لان في لبس معاهم في الموضوع ومدخلين كل المواضيع في بعض. وبعدين ايه،
هم ميزة شعبنا في ميزة غريبة جدا ومضرة جدا، ان هم بيسمعوا كتير لكن يقدروا يحللوا، كل واحد بيتكلم من وجهة نظره، لكن ايه الدوافع او الرئيس عمل كده ليه؟ محدش فاهم اي حاجة، بس كل واحد للأسف يعني عمال يتكلم من وجهة نظره من اللي هو سمعه، وهو مش عارف التحليل السليم للموضوع ايه. نقدر نقول للمشاهد ان جزيرتي تيران وصنافير دي هما في حقيقتهم منطقة جبلية في وسط البحر، البحر الأحمر، منطقة جبلية عند الخليج، ما فيش أي فيها لا زرع ولا إنسان ولا نبات ولا أي حاجة في هذه الجزيرة، لكن مزروع يعني عبارة عن جبلين. الجزيرة دي عبارة عن جبلين، هما مش هاممهم جبلين ولا حاجة، هما كله بيتكلم ان اراضي مصرية والرئيس اتنازل عنها للسعودية. طبعا كلام لا، هو احنا دلوقتي من واقع الوثائق اللي تم عرضها ومن واقع شهود الاثبات وعلى رأسهم الدكتور مفيد شهاب اللي كان موجود في سنة 92 في هذه المشكلة واللي صدر فيها قرار جمهوري وقت ذاك بان الجزيرتين دول سعوديتين، لكن ما حدث في حرب 67 اسرائيل طبعا قدرت تخش سيناء مش كده ولا ايه؟ في حرب 67 5 يونيو اللي بنسميها حرب النكسه قدرت تخش سيناء. سينا دي مدخلها الجزيرتين دول. الجزيرتين دول عن طريق شرم الشيخ. المناطق دي لان شرم الشيخ يقبلها على طول المقابل ليها على طول اللي هم الجزيرتين دول. اسرائيل احتلت الجزيرتين دول. فكان لزاما على السعوديه ودي اراضي سعوديه انها تديهم بصفه وديعه لمصر مقابل الحمايه بتاعتها. يعني ايه حمايه؟ يعني حررنا البتاع دول وانت ايه واخده تفويض. السعوديه فوضت مصر في اداره الشؤون الجزيرتين دول نتيجه الاحتلال الاسرائيلي. مصر قدرت بموجب اتفاقيات كامب ديفيد والحروب اللي دخلت فيها قبل منها حرب 6 اكتوبر والانتصارات اللي حققتها مصر على اسرائيل قدرت تحرر سيناء بالكامل وقدرت تحرر تيران وصنافير دول من الاحتلال الاسرائيلي. واصبح المكان ده هو في الاصل سعودي او جزيرتين دول سعوديه لكن تحت اداره جمهوريه مصر العربيه. تاني يا سياده المستشار تحت اداره تاني الجمله دي هم تبع السعودية بس تحت إدارة بالظبط نتيجة الاحتلال. ما هو دلوقتي السعودية ما عندهاش جيش، ما عندهاش قوات، ما عندهاش أي معدات عسكرية، وإن كان في حاجات لزوم الدفاع الداخلي تمام، لكن عشان تحارب دولة زي إسرائيل أو كيان زي إسرائيل ما عندهاش. إحنا الجيش المصري ده أخطر جيش في المنطقة العربية وأقوى جيش في المنطقة العربية. فهنا من عشان كده احنا الحمد لله يعني قدرنا نسترد أراضينا اللي هي سينا وقدرنا نسترد تيران وصنافير اللي هي تحت السعودية بتفويض من السعودية لينا وما استفدناش منها حاجة. احنا حررناها بس ايه قاعدة. فجي الوقت النهاردة بصفة وديعة السعودية مدهنا بصفة وديعة في اي وقت تطلب. انا النهارده في شقه عندي مش محتاجه اديتها لك بصفه وديعه قلت لك عايزه تحط فيها شقه عفش عايزه تحط فيها مخزن عايزه خليها تمام لا انا اجرتها لك بمقابل ولا حاجه بصفه وديعه في اي وقت احب استردها سردها حقك. عندما كانت عايزه تستردها في وقت الحرب لكن لما جت حرب 67 ارجعوا هذا اللي حصل ان في الاونه الاخيره عندما حصل تقارب شديد ما بين مصر والسعوديه
عن طريق المشير عبد الفتاح السيسي، ربنا يبارك لنا فيه الحقيقه، يعني بيقوم بمجهود رائع من اجل تحسين الاقتصاد المصري ومن اجل الامن ومن اجل السياحه ومن اجل حاجات كثيره. قدر توصل مع السعوديه الى اتفاق، احنا هنديكوا جزيرتين بتوعكم، احنا مش ناس محتلين ولا احنا ناس طماعين، هنجدكوا هتاخدوه، لكن بالمقابل برضو ادونا ساعدونا، احنا في ازمه، احنا ازمه اقتصاديه وازمه امنيه وازمه سياحيه وازمه الاقتصاد اخطر حاجه في هذا الموضوع. السعوديه قدرت من خلال الاتفاقيات اللي موجوده انها تمد مصر بالمستثمرين السعوديين يعملوا مشروعات تجاريه وصناعيه في مصر، وده احنا عايزينه للتشغيل، عايزين مصانع، عايزين الشباب، السياحه ترجع تاني، عايزين الشباب، عايزين السياحه، السياحه الى حد ما من السعوديه، يعني دول السعوديين بيجوا هنا في الفنادق الكبرى اللي موجوده في مصر في القاهره، بيجوا سواء سياحه او غير سياحه بيجوا على طول. لكن المشروعات العملاقه والمشروعات التجاريه والاستثمارات نمط ضخ من السعوديه وايضا من باقي الدول العربيه الامارات في مصر هتنعش الاقتصاد المصري. تمام. هتنعش الاقتصاد المصري. ناهيك عن حاجه مهمه جدا من ضمن الاتفاقيات، ان هيبقى في كوبري ما بين السعوديه وما بين مصر عشان يوفر الوقت والجهد في الطريق البري. الكوبري ده اللي هيربطه هيعدي فوق الجزيرتين من شرم الشيخ، يعدي على الجزيرتين دول، والقواعد بتاعت الكوبري محطوطه على الجزيرتين دول، وينزل على فين؟ على السعوديه. في خلال ساعات قليله تكون من اتحركت من مصر الى السعوديه في ساعات قليله جدا. هتوفر، يعني عايز اقول ان ثلاث اضعاف او اربع اضعاف الوقت اللي كان بيروح بيه في عن طريق البر، عن طريق البر. تمام. ده هيربط ما بين مصر والسعوديه. ربط، شوف النهارده بين دوله ودوله، على فكره ده موجود في 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 المانيا. الكباري الدوليه، دوليه كباري دوليه موجود في المانيا وموجود في النمسا وموجود في بعض الدول الملاصقه لالمانيا، بحيث يبقى ايه، ان يوفروا بدل الطريق البري، لا كوبري معمول يوصل ما بين هنا وسريع. سريع. تمام. نرجع نقول ان تاني ان تيران وصنافير السعوديه من مواقع الوثائق اللي موجوده. عشان بس انا برضو بخلي حضرتك تاكد لي على النقطه دي، لان هم مسكوا الشباب وعملوا زي نظام ايه، غسيل مخ، يعني ده جزيرتين مصريين وازاي الرئيس يتنازل عنهم عشان مقابل الفلوس، وقعدت مواقع التواصل الاجتماعي تتكلم عن الموضوع ده كتير جدا وادته اكبر من حجمه، مع العلم المفترض يعني ان طالما الرئيس شايف حاجه فاكيد بيعمل لمصلحه البلد، وكلنا عارفين انجازات الرئيس عمل ايه. نرجع للشباب اللي برضو ما بكلم حد من الشباب يقول لي عمل ايه، لا عمل مشاريع للشباب، هو مهتم جدا بالشباب، وزي ما حضرتك عارف يمكن اسكان الشباب اللي عامله الايام اللي فاتت مشروعات كبيره، مشاريع كبيره. وبعدين ما ننساش مشروع قناه السويس العملاق الجديده، قناه السويس. ما كل ما اتكلم شاب يقول لك وانا عايد عليا بايه. لا 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 لا، ده اهم حاجه، سيبك من الكلام ده، اهم حاجه عمله السيسي خلصنا من الحكم الاخواني. بالظبط. من الاخر. بالظبط. لان الحكم الاخواني كان مغرق البلد في وحل حقيقي يعني. و الجزء الثاني المرتبط بجزيره تيران وصنافير ده حلايب وشلاتين. حلايب وشلاتين، لان برضو مرسي في وقت الحكم الاخواني باع فعلا سيناء لاسرائيل وباع حلايب وشلاتين للسودان. يعني اي منطق واي حق؟ يعني انا عايزه برضو نوضح للساده المشاهدين ان ما شاء الله، يعني هو باع لنا مصر حتت والرئيس عمال يسترد حته ورا حته،
لبلدنا. يعني الرئيس بقى مش الموضوع مش عنده سهل، ان ممكن يبيع جزيرتين مصريين ويتنازل عنهم للسعودية، ويبيع حلايب لشلاتين للسودانيين. فالناس يعني تقيم الموضوع صح، بلاش اللي احنا نقعد نردد الكلام. البلد مش في حمل للكلام الكتير، البلد عايزة تطلع لقدام. اهو احنا بعد اذنك، حلاوه وشلاتين دي احنا عملنا فيها انتخابات مجلس النواب، عملنا وتم انتخاب نواب من حلاوه وشلاتين عشان نثبت للعالم كله ان حلاوه وشلاتين دي مصريه، مناطق مصريه اصيله. والدليل على ذلك انها دخلت فيهم في الانتخابات البرلمانيه اللي فاتت دي. تمام. طب لو دي مش مصريه هنعمل فيها انتخابات؟ وهل المواطنين في هذه الجهات لو دول تبع دولة تانية هيقبلوا الانتخابات في عندهم ويطلع منهم نواب موجودين في المجلس؟ لا، بالعقل والمنطق. انا الشباب اللي انت بتتكلم عنه الحقيقة في منهم عقلاء جدا وفاهمين جدا، لكن في إلا مأجورة مأجورة من الإخوان، مأجورة لأن الإخوان هيتحركوا منين؟ ما هو في قلة مأجورة من الإخوان، وفي قلة مش واصل لها المعلومة صح. يعني أنا عارفة ناس مش واصل لها المعلومة صح ومش تبع الإخوان، بس كل ما حد يكلمه يقول لهم هو عمل لنا إيه؟ لا، عمل كتير. معلش، أنت قاعد يعني أيام زي اللي إحنا الكام يوم الحر اللي إحنا فيها دي، سعادتك قاعد في التكييفات في البيت والجيش واقف على الحدود، عرفت جيشك بيعمل إيه؟ حضرتك قاعد في البيت في التكييفات وقاعد أوف أوف، جيشك واقف على الحدود بيتضرب بالنار ومعرض حياته للخطر عشان يحمي اللي زيك. والعمليات الإرهابية مع الشرطة، يعني احنا بنشوف كل يوم سواء في الجيش أو في الشرطة قتلى ومصابين وتفجيرات هنا وهناك. لازم نقف مع جيشنا ولازم نقف مع شرطتنا. إنهم بيعملوا كده ليه؟ يعني هم بيحاربوا القوات المسلحة والإخوان، يعني بيحاربوا دول وبيحاربوا انتقاما. عشان كده حتى لو نرجع ورا شويه كده ونتذكر يوم 28 يناير ماذا حدث؟ الاخوان عملوا ايه بعد ما الثوره قامت؟ الشباب قام بثوره 25 يناير. في 25 في يوم 28 دخلت فرق الاغتيالات من حماس. بالظبط. فرق الاغتيالات من حماس مدججه بالسلاح. ودخلت هجوم على اقسام الشرطه والسجون العموميه، وراح ضحيتها وطلعوا المسجونين وطلعوا محمد مرسي، واعلن من هو وخارج ماسك التليفون وللجزيره قناه الجزيره الملعونه الخنزيره اعلن لها اننا اتحررنا من السجن والكلام ده. فطبعا الشباب لازم يعي ويرجع قليلا عشان يفهم احنا كنا فين بالظبط. وبلاش التخوين، يعني بلاش. يعني انتوا شفتوا الرئيس عمل ايه، وشفتوا وقفته لما الشعب طلبته ان هو ينزل ويقف ويطلع الاخوان، هو نزل. بلاش عمليات التخوين اللي انتوا قايمين بيها. البلد مش ناقصه، البلد عايزه تطلع لقدام. تحدى، يعني تحدى لما هو كان وزير وكان دفاع. حاطط بالظبط، وكان هو وزير دفاع في حكومه بيرأسها او رئيس جمهوريه محمد مرسي الاخواني. بالظبط. وهو وزير الدفاع تحدى ويعمل انذار لجميع الجهات بما فيها رئيس الجمهوريه 48 ساعه لو لم يتم حلول القوات المسلحه جاهزه. جاهزه. ما قالش بقى في حماس واحنا خايفين وفي لا كان لا لا. حاطط حياته على ودعا الشعب الى القيام بثوره 30 يوليو. الدعوة دي كانت الشعب لبى، ملايين الملايين خرجت، لأن هم كانوا خلاص على آخرهم. خرجت. يعني هم وصلوا مرحلة. أنا واحد من الناس ساكن جنب قصر الرئاسة، وكنا بنشوف وننزل اللي جنب منه على طول، الملايين الملايين، وستات موجودة ورجالة موجودة وشباب موجود وبنات موجودة وكل موجود بناء على تلبية نداء الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي للنزول. النزول ده معناه اعلان حالة الغضب على الحكم الاخواني، هو الهدف في النزول وتفويضه ان هو ينزل بقى. والحمد لله قدر بتوفيق من عند ربنا
أن يزيح كابوس الإخوان. كابوس فعلا كان على صدورنا كلنا الحمد لله، ودي أكبر انتصار. ثم شفنا بعد كده المشروعات العملاقة وفي مدة بسيطة جدا، في حين ان التاني دمر البلد برضه في مدة بسيطة. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيعمر مصر وما زال بيعمر مصر في مدة قليلة جدا، ومرسي في مدة قليلة باع كل جزء في أرض مصر لحماس وإسرائيل، يعني ما خلاش حاجة. وقدرنا ودي أهم حاجة، إن احنا نحقق خارطة الطريق اللي اترسم بالظبط، خارطة الطريق بمراحلها الثلاثة. آخر مرحلة كانت انتخابات البرلمانية، والحمد لله عندنا مجلس نيابي بيدرس كل كبيرة وصغيرة، بينقي القوانين اللي موجودة، ما يحتاج منها تعديل هيدخل في دوره. صحيح عندنا قوانين ملحة حاليا انها تصدر، وانا شخصيا متبني قانون الاستثمار في بعض التعديلات اللي بحيث تجذب المستثمرين العرب والاجانب لمصر عشان نرفع شأن الاقتصاد المصري تاني، وتشغيل المصانع والشركات تاني، نديها مزيد من المزايا والإعفاءات الشركات دي داخل مصر عشان تيجي، عشان العمالة عندنا تشتغل، عشان يبقى في عندنا إنتاج، عشان يبقى في عملة صعبة، عشان يبقى في رصيد في البنك المركزي، عشان حاجات كتيرة. كل ده بيتوقف على قانون الاستثمار. أيضا إحنا كحزب مصر القومي عندنا برضو الحمد لله شكلت لجنة لدراسة قانون الخدمة المدنية اللي بيهم قاعدة عريضة من عمال مصر، في تعديل 11 مادة وإعادة عرض هذا القانون لأنه الأفضل من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 اللي هو الحالي اللي موجود حاليا بيطبق، اللي حارم العمال والموظفين من مزايا كثيرة، لكن قانون الخدمة المدنية الأفضل والأحسن حالا بعد التعديل اللي احنا طالبنا بيه وعرضنا على رئيس الوزراء هذا التعديل. عندنا برضو حزب مصر القومي الحمد لله المجالس المحلية بقى ايه حاليا في المجالس المحلية. أنا عندنا برضو في حزب مصر القومي مسؤولين خصصوهم لجنة للمجالس المحلية على مستوى المحافظات وعلى مستوى المراكز والأقسام والقرى. المجالس المحلية برضو فيها كلام حلو كده عشان يبقى للتوعية للناس، لأن المحليات لها أهميتها، بس عايزين نطهرها من الفساد. بالظبط، الفساد اللي كان موجود في المحليات. احنا كنا عاملين حلقة الأسبوع اللي فات عن المجالس المحلية، وبرضو كنت بناقش مع الضيف اللي كان موجود فبيقول لي في ثغرات لسه موجودة، يعني إن في المجالس المحلية لو شاف حاجة غلط هو بيبلغ عنها بس ما يقدرش يحاسب المسؤول. يعني في ثغرات محطوطة مفتوحة ومحطوطة برضو ايه لسه ما تسددش صح. لا، هو الهدف من المجلس المحلي الشعبي الهدف منه محاسبة الجهاز التنفيذي، زي بالضبط هو بيمثل صورة مصغرة لمجلس النواب. تمام، مجلس النواب عنده صلاحيات انه يحاسب رئيس الوزراء، انه يعزل رئيس الجمهورية. يعني مجلس النواب عنده صلاحية بالنسبة لرئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، الوزراء كلهم يقدر يستجوبهم، يقدر عنده طلبات إحاطة ليهم وكل حاجة. ايضا عضو المجلس المحلي له صلاحيات بالنسبة للجهاز التنفيذي التابعي ليه، يعني سواء كان على مستوى المحافظة أو على مستوى المركز أو على مستوى القسم أو على مستوى القرية. تمام، له الحق في استجواب المحافظ، له الحق في استجواب رئيس الحي، له الحق في استجواب أو طلب إحاطة لنفس بقول لك المجلس النواب، بس هو بصورة مصغرة على مستوى دائرة القسم بتاعه أو على دائرة، يعني مثلا عندنا في شبرا في قسم شبرا، في حي شبرا في نائب للمحافظ بيرأس شبرا والساحل ورود الفرج والاماكن دي. تمام، المجلس المحلي
لشبرا، غير المجلس المحلي للساحل، غير المجلس المحلي لروض الفرج، غير المجلس المحلي للمحافظة ككل. كل واحد له اختصاصات يقدر يراقب ويحاسب. من هنا لو كان هناك نزاهة، لو لم يكن هناك فساد، كان يعني حال البلد. يعني حضرتك نظرتك للمجالس المحلية المقبلة نظرة تشاؤمية ولا نظرة تفاؤلية؟ تفاؤلية لسبب، لأن مشروع القانون، في مشروع على فكرة هو قانون إدارة المحلية اللي هو رقم 43 سنة 79، القانون ده حاليا بيتعمل مشروع جديد لقانون إدارة المحلية بحيث أن يتم سد الثغرات اللي انت بتتكلم عنها. الكلامات دي موجودة في القانون القديم. ما احنا بقى عايزين كده، عايزين الثغرات دي تتقفل. ده في القانون القديم. حاليا في مشروع قانون غالبا تم عرضه على المجلس بس لسه ما دخلش في دور. المجلس واخد القوانين اللي لها ليها يعني أهمية قصوى ثم بقى. أنا بطالب برضو يعني في من ضمن الحاجات المهمة والمريحة قانون دور العبادة الموحد. قانون دور العبادة الموحد ده مهم جدا جدا جدا. ليه؟ أنا يمكن أثرت هذا الموضوع في مقابلة شخصية مع رئيس الوزراء السابق عندما جلست معه على مدار 4 ساعات وأنا أناقش معاه بعض القوانين منها قانون دور العبادة الموحد. أنا بطالب أن يكون المسجد زي الكنيسة والكنيسة زي المسجد. يعني الشروط اللي على المسجد هي الشروط على الكنيسة، والشروط على الكنيسة هي الشروط على المسجد، بحيث ان دول دور عبادة. بالزبط. لا افرق بين دور عبادة لله في المسجد ودور عبادة لله في الكنيسة. المسجد الدولة بتشجع بناء المساجد وبناء الزوايا وبناء وبناء وبناء، مش عايز اقول لك بلا شروط. في حين لما في ترميم للكنيسه لما بتاخد تيجي الكنيسه تقييدات وشروط تعسفيه. ده بيبقى ترميم بس الحروب. ترميم مش بنى يعني كمان. لا لا ده انت زي ما انت قلت كده، الكنيسه عايزه ترمم او تصلح دوره ميه، عايزه قرار بالزبط. من كان الاول من رئيس الجمهوريه، ثم رئيس الجمهوريه فوض المحافظين اجيب قرار عشان ترميم، قرار من المحافظ. ده القرار ده صعوبته في ايه؟ الجهات الأمنية اللي بتتدخل بقى. المحافظ ما بيقدرش يقول أو لا إلا لما أخذ الرأي الجهات الأمنية. الجهات الأمنية ممثلة في أمن الدولة اللي هو حاليا أمن الوطن وأجهزة المخابرات. إيه رأيكم يا جماعة؟ عايزين في كنيسة عايزة ترمم تصلح دورة المياه، نوافق؟ إيه هو إيه اللي إحنا فيه ده؟ إيه اللي إحنا فيه ده؟ هو ده في دور عباده لله ولا في ولا في مالها؟ لا، ده المالها بيوافقوا له على طول دون حاجه للمحافظ. تمام. فانت بتتكلم على كنيسه بتعاملها المعامله القاسيه دي ليه؟ لازم. انا شخصيا متبني هذا الموضوع، وفي لجنه، ومش عايز اقول لك يعني الحمد لله اغلبيه اللجنه اخوه مسلمين لكن متحمسين فعلا لهذا الموضوع. وهم بيقولوا مسلمين مسيحيين، احنا بنقول مصريين. لا اصل عايز اقول ايه عشان يعني بس ايه، عشان لما النهارده اخويا المسلم يدافع عن الكنيسه واخويا المسيحي يدافع عن المسجد ده شيء جميل. بالظبط. يعني ايه ده تماسك، هي دي النسيج الوحده. فعلا. وده شيء جميل ان احنا نخلي ايه المحبه تسود بين المجتمع بكافه اطيافه وبكافه انتماءاته. لا فرق بين مسلم ومسيحي، لا فرق بين مسجد وكنيسة، لا فرق بين ذكر وأنثى، لا فرق بين هذا وذاك. الكل متساوون وفقا للدستور، متساوون في الحقوق والواجبات. بالضبط كده. عايزين سؤال أخير لسيادتك، هل البلبلة اللي الشعب فيها ده بسبب عدم وجود مسؤول يطلع، مسؤول قوي يطلع يقول ايه اللي بيمر بالبلد؟ يعني كل واحد عمال يتكلم كلام من عنده ومش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. ده يرجع سببه لعدم وجود مسؤول قوي يرجع يطلع على شاشات التلفزيون يقول لهم يا جماعه ده الموضوع ده حصل عشان كذا كذا كذا،
هو بلا شك السؤال بتاعك ده جوهري جدا لسبب فعلا. النهارده ازمه زي ازمه الصحفيين، زي ازمه الحلقة المتعدده، عايزين حد مش يطلع لاقيين مسؤول يطلع يقول تصريح يوضح الدنيا بالظبط، وانما الكل في حاله خوف، والكل في حاله ما يعني ما يعلم بلا ربنا، خايف لا يقول كلمه، خايف يقول كلمه يتحاسب عليها وبالتالي الشعب من هنا كل واحد بقى بيقول استنتاجه يعني الاجتهادات والاستنتاجات، وواحد يقول لا ده فعل فاعل، وواحد لا ده ماس كهرباء، وده هنا الاقاويل. هو عدم وجود ممثل للحكومه يقدر يواجه الشعب بحقيقه الامور ويكون كلامه فيه الشفافيه بالظبط، ما ده اللي احنا بنطلبه، فيه الشفافيه يعني يقول الحقائق، لان الشعب ما حدش يضحك عليه، الشعب بقى واعي وبيجتهد كثيرا، وخاصه النهارده عندنا وسائل الاتصالات الكثيره ومواقع التواصل الاجتماعي وفيسبوك. النهارده الطفل الصغير بيدخل على فيسبوك ويعرف كل كبيره وصغيره بالظبط. طب انا اسمع الاخبار دي من جهات خارج مصر مسؤوله؟ لا، ولا اسمعها من واحد مسؤول يقول لي على الحقيقه يقوله تحت مسؤوليته، وبيان بيان يصدر من وزاره الداخليه، بيان يصدر من بتاع ده المطافي بالظبط، يقولوا لنا ايه الحقيقه. في اتهامات دلوقتي دي المطافي تقصير جهاز الخدمه المدنيه منها بسبب ان في تقصير ادى 12 ساعه حريق يشتغل وانتوا جنب المطافي بالظبط، طلعوا بيان قولوا قولوا ايه اللي حصل بالظبط وبشفافيه. يعني احنا عايزين الحقيقه، علشان الحقيقه لما توصل للمشاهد بيرتاح وما يشغلش بقى، ما يسمعش كتير وما يبقاش سامع اشاعات مغرضه. وبعدين نوضح ان مصر مستهدفه، ففي جهات خارجيه بترمي اشاعه علشان هي عارفه بعد الاشاعه دي ايه اللي هيتم بالظبط. البلبله الكتير ده مش في صالح المصريين ولا مصر، احنا عايزين شفافيه. في نهايه اللقاء الوقت جري بسرعه، حضرتك عايز تقول حاجه؟ لا انا عايز بس اطمن الشعب ان الحقيقه احنا في حاله تفاؤل فعلا، واحنا كمسؤولين في الدوله، انا كرئيس حزب سياسي وبقعد مع رئيس الجمهورية وبقعد مع رئيس الوزراء وبقعد مع الوزراء في اجتماعات كثيرة ونحل مشاكل كثيرة، بحب أطمن الشعب المصري سواء داخل الجمهورية أو خارج الجمهورية إن في تقدم فعلي في الأمور على كافة المحاور الاقتصادية السياسية الاجتماعية الأمنية، في الحمد لله في تقدم ملموس فعلا ملموس، وده يعني كلنا لمسناه وده شيء جميل. وبدعو المصريين اللي ليهم اموال خارج الدوله في تشغيلها هناك، بدعوهم يجي يشغلوها هنا في مصر في الامن والامان. بدعو ايضا الشركات الاجنبيه للاستثمار في مصر. بدعو الى وبناشد الرئيس الروسي الرئيس بوتين في عودة السياحة الروسية لمصر، وأيضا بنشد ألمانيا بعودة السياحة الألمانية في مصر، لأن الحقيقة الاثنين دول بالذات كان عامل كبير في رواج السياحة عندنا في إن شاء الله مصر. كل ده يرجع وكل ده ومصر ترجع على أحسن من الأول وإن شاء الله نشوف كل ما هو جديد وإحنا مع بعض، لأننا في الأول وفي الآخر ما كترناش على بعض ولازم نبقى كلنا متماسكين. في نهاية اللقاء بنشكر سيادة المستشار رفائيل بولس، نورتنا. احنا بنشكر وبنشكر حضراتكم وتصبحوا على خير. أنا بشكر قناة الطريق لأنها قناة الحدث فعلا يعني. شكرا لحضرتك، تصبحوا على خير. شكرا. وهتبقى قد الدنيا